السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية. اليوم إن شاء الله رح نعمل سوا لحمة خروف، حتكون كتير لذيذة وطريقة يعني كتير صحية وإن شاء الله بتعجبكم. ورح أعمل معها كمان فاصوليا بيضة اللي هي بدها تكون مشي، يعني إنه كتير طيبة ولذيذة وصحية. والمرة هاي أنا رح أعملها من السكراتش، لأنه حطيت أنا الفاصوليا البيضة في أكلات كتير وصفات قالوا لي أعمليها، وأنا على أساس إنه اعتمدت إنه هي تكون زي الحمص، بس المرة هاي رح أعملكم إياها. وبنفس الوقت رح أفرجيكم إنه كيف الصحن لما بيبقى شكله كامل من البروتينات والكربوهيدرات وكمان الدهون الطبيعية، وحتكون كتير طيبة ولذيذة لما إنه نجمعهم مع بعض. وهلأ خلينا نروح سوا ونعملها. المكونات هي عبارة عن فاصوليا بيضة، كراف، ديل، روزماري، بيج، وتايمز اللي هو الزعتر، والتوم. أنا هنا استعملت الأربز الطبيعية لأنه كتير حتعطيها طعم لذيذ، والفاصوليا البيضة هاي لأن عملتها كتير فطلبوا مني إني أعملها من الأول، لأن هي نفس الطريقة اللي نعمل فيها الحمص، بس المرة هاي رح أعمل لكم إياها. فأول إشي بنعمله إنه إحنا قبل بليلة ننقعه في مية ومعاها ربع معلقة أو نص معلقة من البيكنج صودا، ومنغير المية عليه الصبح، وبعدين بنعمله تقريبا بنخليه يعني الأقل 24 ساعة، حتى إنه هو حتلاقوا إنه أولا صار دبل، ثانيا حتبقى فيه عليه قشرة بيضة، وهاي القشرة البيضة اللي أنا بشيلها لأنه بالنسبة لي أنا بتعمل لي عسر هضم، فبحب إني أنا أشيلها. هي بتاخد وقت بس الأفضل حتى تبقى إنه طريقة صحية. وهلأ خليني أفرجيكم إنه كيف شكلها. زي ما أنتوا شايفين أنا قديش صار، يعني أنا هحط لكم طبعا المقادير تحت الفيديو، بس هذه اللي هي أنا قشرته لأنه قشرتها كتير سميكة، فبالتالي إنه بتبقى أسهل. بس زي ما قلت في ناس ما بتأثر، يعني شوف قديش الكمية اللي طلعت منها. وهلأ هشوف لكم واحدة يعني حتى تشوفوا كيف إنه هين كمان تقشيرها، شوفوا كيف، بس إنه بنعملها بالطريقة هاي وبتطلع. وهاي هي اللي أنا بعتبرها يعني الطريقة الصحية اللي بناكل فيها البقوليات بالذات. فبتركها أنا وبنقعها زي ما قلت لكم، بغير إنه المي عليها، وبالتالي بتصير حتى أسهل علي إني أنا أطبخها. أسهل طريقة أنا بالنسبة لإلي إني أنا بستعمل طنجرة الضغط، لأنه كمان ما بتاخد وقت طويل، بس إذا أنتم ما عندكم ممكن إنه تسلقوها بس حتاخد وقت أطول. وهنا أنا بحط الشبكة، بس إنه بضيف المية بالأول، وبعدين راح أحط أنا الفاصوليا البيضة، وبعدين راح أحط ليمون أو لايم، أنا كان عندي اللايم بعطيها كتير كمان طعم كتير لذيذ. وراح أعمل نفس الطريقة إني أنا عندي زي شبكة، أو إذا ما عندكم حطوا شاش بتحطوا فيه الكمون الحب، حتى إنه ما يخلي يعني الكمون الناعم بده يغير لون الفاصوليا، فأنا بحب أحط الحب بحيث إنه يساعد على الهضم كمان، وهذا ما بيخلي الواحد عنده نفخة. بعدين بتركها على النار لحتى تغلي تقريبا شي 10 دقايق، بس تبتدي تغلي أنا بغطيها وبتركها تقريبا 20 دقيقة، وراح أفرجيكم هلأ كيف بيكون شكلها. لحتى تستوي الفاصوليا راح نحضر الخلطة اللي بدنا نحطها معاها. جبت مقلة وحطيت عليها زيت أفوكادو، ممكن تستعملوا زيت زيتون، مهم إنه يكون زيوت اللي هي الصحية. بس يسخن شوي راح أضيف عليه أنا هذا اللي هو الكراث، قطعته وغسلته وصفيته لأنه هو بيبقى الرمل فيه مختفي، فأنا بفضل أعمل الطريقة هاي. وبعدين هنا بقلبه بياخد تقريبا 5 دقايق لحتى يدبل شوي، بياخد وقت، هي أكتر هذه الكرات هذا اللي بياخد شوي وقت والباقي كله بيبقى هين. بس إنه نبتدي يدبل راح نضيف التوم ومنقلبه شوية، وبعدين نضيف بقية الأربز، وهم هدول اللي حيعطوها طعم كتير لذيذ، لأنه خاصة لما تكون طازة بتعطي طعم، حتى ريحتهم يعني بتعبي المطبخ يعني عن جد. هذه الوصفة كتير لذيذة وطيبة، بس ما منقلبهم أكتر من إحنا تقريبا دقيقة. وآخر شيء راح أضيف عليهم شوية ملح وشوية فلفل، وبعدين نقلبهم، بتكون هيك تقريبا انتهت. يعني إحنا هلأ بس علينا نستنى في الفاصوليا وأرجيكم كيف بنعملها معاها. والفاصوليا جهزت، يعني شوف كيف دايبة. أنا بالقصد خليتها 20 دقيقة لأنه بدي إياه يكون دايب حتى يسهل علي هرسه،
لما بدنا نعملها احنا حب وبعدين نحطه بالفرن بعملها تقريبا 15 دقيقه، بتضل الحبه تقريبا زي ما هي. هو الاشي بعمله بشيل اللايم او الليمون اللي حطيته وهذا الكمون، وهيك بتكون جهزت لإلي وبتسهل علي اني انا اخليها تبقى مهروسه. وحفرجيكم طريقه كيف سهله وهينه. نقلتها على جاط وبعدين راح احط عليها شويه زيت زيتون وراح ابتدي اهرسها. بس هاي انا الطريقه اللي بحب اني استعملها، ممكن انه تستعملوا خلاط اذا انتم حابين، بس هنا هي دايبه يعني ما بدها بس مجرد اني انا اهرسها زي بطاطا بالضبط اللي هي المهروسه كيف بنعملها. وبعدين بس انه احس انه كلهم تقريبا صاروا مهروسين، هنا راح اضيف انا الخلطه اللي عملناها سوا، يعني هاي حتعطيها طعم كتير لذيذ. وطبعا بخلي شويه بس للزينه وبقلبهم سوا لحتى انه كلهم يختلطوا. والله ريحتها كتير طيبه، ودوقوها اذا كان بدها انه شويه ملح او فلفل. وهيها جهزت، وهلا خلينا نعمل لحمه الخروف. المكونات هي عباره عن لحمه خروف، انا خليته اقطع ليها كبيره ومعها العظم، لانه العظم كتير مفيد للجسم لحتى لعظمنا وحتى للبشره. وفي كمان فيديو ححط لكم اللينك عملت لكم انا اللي هي شوربه العظم وفوائدها. وبعدين رح نحتاج بصل وثوم ملح وفلفل وشومر وهيل وانيس اللي هي شكلها زي النجمه، وحفرجيكم الطريقه اللي انا بعملها وبلاقيها صحيه. وهلا خلينا نبتدي فيها. جبت انا مقله وحطيت عليها شويه زيت زيتون او انه انتم بتحطوا اي نوع زيت. وبعدين راح احط اللحمه بحس انه انا بدي احمرها من الجهتين، يعني تقريبا بترك هم 5 دقائق على كل جهه، لانه بتبقى هيك شكلها اولا محمره ولذيذه، وبنفس الوقت بتخليها تساعد على ان تستوي لانه ميتها كمان شويه بتنزل. هاي الطريقه اللي انا بستعملها مع كل اللحوم قبل ما اني انا اسلقها، وبتعطيها طعم يعني كتير طيب. وهلا حفرجيكم كيف بده يكون شكلها لما اني انا اقلبها. شوفوا كيف هلا عم بقلبهم من الجهه الثانيه، وهاي الطريقه يعني حتى ميتها ابتدت انه تنزل وبتستوي شويه، حتى انه لما انا احطها بطنجره الضغط بتصير تقريبا دايبه. نستنى عليها كمان كم دقيقة ورح أفرجيكم الخطوة اللي بعدها، اللي هي إنه أنا بعدين رح أحطها في طنجرة الضغط، رح أحط شوية مية، بعدين رح أحط اللحمة جوا، بعدين رح أضيف أنا البصل زي ما أنتوا شايفين هيك مقطع كبير، والثوم حب زي ما هو، ورح أحط عليها البهارات. وبعد ما تغلي حتركها تقريبا شي 20 دقيقة. وبعدين في كمان خطوة حفرجيكم قديش إنه هتبقى طيبة ولذيذة. وهي هنا اللحمة استوت يعني تقريبا جهزت، بس أنا في طريقة أخيرة بحب إني أنا أعملها حتى تعطيها الفليفرز أكتر. أول إشي راح أنقل اللحمة على صينية عليها برشمان، وراح أتخلص من البصل اللي كان موجود لأنه بكون فيه من الزفرة، فأنا ما بحطه يعني ما بستعمله. وبعدين عندي أنا مشروم، هذه اختياري يعني أنا بحب إنه أنا أستعمل المشروم مع الدجاج أو مع اللحمة، بياخدوا من طعمة المرقة وبتبقى كتير كتير لذيذة جدا يعني. جربوها حتى بتصير طعمتها زي اللحمة. بعد ما أنقل أنا اللحمة رح أخذ من المرقة، وهاي اللي حتخليها الطعم اللذيذ اللي فيها حياخده كله مع المشروم ومع اللحمة. وهنا أنا ببتدي أحط الملح والفلفل. الملح بالعادة إذا بنحط بأول طبقة اللحمة بتخليها قاسية، بس لما نحطه بعدين رح ياخد الطعم، بنفس الوقت حتحافظ اللحمة على طراوتها. وهنا رح أضيف أنا الثوم حب، وهذا اللي حيكون كل هذا اللي حنضيفه بالآخر اللي حيخليها طعمها كتير لذيذ. وبعدين ححط أنا البصل والليمون، هيعطيها كتير طعم الحموضة واللذيذ. وآخر إشي إنه أنا بحب إني أنا أحط عليها هاي الأوربز، هذه اللي حتعطيها الريحة والطعم اللذيذ. يعني كل المقادير طبعا رح أحط لكم إياها تحت الفيديو، كل اللي رح أعمله بس أحط الأوربز. رح أغطيها تقريبا في الفرن على درجة حرارة 400 لمدة تقريبا 10 دقائق، وبعدين نشغل الشواية بحيث إنها هي تحمر. وهيها جهزت، يعني شوفوا كيف انه هلا ذابت. يعني هاي الطريقه اللي فعلا انا
بحس إنه بتعطيها كل البهارات وكل الأوربز يعني لذيذة جداً. ومرقتها كتير طيبة. شوفوا هذا المشروم يعني ذاب الدوب وهي كتير لذيذة. وهلأ أخبريكم آخر الصحن. وهي شكل الصحنين، يعني أنا بس حبيت لحتى أعطيكم فكرة عن كيف الوجبة الغذائية الكاملة. أنا بسألوني أنت شو أكلك وشو عم تاكلي وكيف أنه بتجمع الأكل مع بعض، فلذلك أنه حاولت أني أنا أجمع اليوم في صحن حطيت عملت الكينوا وحطيت لها شوية حمص، والصحن الثاني البرغل مع فاصوليا سمراء. يعني حاولت أجمع بكل الصحن البروتينات والدهون الطبيعية والكربوهيدرات، وحتى يعني طعمتهم كتير لذيذة. يعني الأكل الصحي ممكن نستعمل إحنا أي من أكلات تانية وإحنا نعملها بطريقة صحية، نبعد عن الدهون اللي هي بتتعب المعدة، بتساعد الناس اللي هي بدها تحافظ على وزنها والناس اللي هي دائما عندها مشاكل صحية. وطعمت صدقوني إن جربوا هذا المشروم حتى لو مشروم صغير مع اللحمة بتعطيها طعم كأنها هي بتكون لحمة. والفاصوليا البيضة هذه البقوليات لازم تطبخ بطريقة صحيحة، وهي الطريقة السليمة اللي هي بتخفف من إنه تكون الناس اللي عندها قولون والناس اللي عندها مشاكل صحية مع هضم الأكل، لأن الطريقة اللي بتنطبخ فيها هي المهمة. فإن شاء الله يعني أتمنى يعجبوكم. طبعاً لحظة شوي، أنا ما بنسى السلطة، السلطة أساسي في الأكل الصحي. فإن شاء الله إنه تعجبكم، ودعموني في القناة، وأراكم في فيديو آخر في مطبخ نادية مع أكلات صحية تانية. وما تنسوا اللايك and subscribe وshare with your friend. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.